ماضي ساعة على راديو سيس. مرحبا. حالة وفاة ثانية تم تسجيلها اليوم في معتمدية مارس من ولاية قابس بسبب الفيضانات. وذكرت مصادر أمنية لوكالة تونس أفريقيا للأنباء بأن الشخص الأول توفى بسبب انقلاب شاحنته في واد زركين، والشخص الثاني هو عامل في منبت شنفته مياه الأمطار. راديو سيس هي أول إذاعة جمعيتية في تونس. هي تأسست سنة 2007 نعرفوا اللي هي كانت سنوات الجمر تقريبا، جيت بعدها 2008 وحديث الحوض المنجم، 2009 انتخابات الرئاسية والبرلمانية والضغط الكبير اللي سبق 2011 اللي هي الثورة. راديو سيس تولدت في المجال هذي متاع القمع، في مجال هذا متاع قمع الحريات. تولدت باش تقول هاو فما إعلام بديل. بشدينا صحيح احنا ستة من الناس، هذيك علاش سبب راديو ستة. برشا ناس تتسائل علاش ستة ماهيش سبعة ماهيش ثمانية ماهيش خمسة. راديو ستة هي خد ستة من الناس تقابلوا مع بعضهم حاملين المشاريع. ستة إذاعات، منهم إذاعة للمعوقين وهي إذاعة أمل، منهم إذاعة للمرأة وهي طلبت بالرخصة متاحة لكن للأسف ما خذيتش، كما عدد كبير من الإذاعات الأخرين اللي ما تحصلوش على الرخص متاحهم في المطالب بعد الثورة. ستة إذاعات هذوما عملوا مشروع واحد اسمه راديو ستة، كان فيه كل تقريبا ساعتين مساحة للحديث على إذاعة من الإذاعات هذه وعلى خط تحليلي آخر وعلى موضوعات مختلفة، واللي يجمعنا هو حرية التعبير. قبلنا عملنا أول محاولات للبث وكان الصد مباشرة يعني ومباشر يومين بعد البث على الانترنت. 10 ديسمبر 2007 حلينا الأول بث، 12 ديسمبر كان القطع وحجب الموقع متاعنا، وتلتليت الحجب بمتاع المواقع. كل مرة نفتحوا موقع يتحجب وكل مرة نفتحوا بلوغ ويتحجب، حتى اللي وصلنا 2009 وين ما عادش بها وين، معناها جي الأمن وخذينا سكرنا المقالة متاعنا، حجز الأجهزة لتوا محجوزين عند وزارة الداخلية، وترفع ضدنا قضية في الشغب وفي نشر معلومات من شأنها الإطاحة بالنظام، من شأنها إثارة الرأي العام بس معلومات خاطئة. هذه الكل جاي في قائمة طويلة من الاتهامات اللي وقتها زيد سويدين اللي هو توا هارب من تونس حاكم التحقيق. 2009 خط بين العلني تقريبي والسرية 100% لراديو سيس والأعضاء متاحها. من 2009 حتى 2000 وآخر 2010 كنا في السرية 100%، يعني تتعدى البرامج متاعنا لكن حد ما يعرف احنا شكون واحنا وين. 2000 وآخر 2010 دخلنا مع الحراك الشعبي وبدينا النضالات متاعنا. في الأثناء صارت الثورة، وكنا من الناس اللي غطات ثورة الشعب التونسي من بدايتها. يعني بدينا بالبث التجريبي على الاف ام، وكانت اول اذاعة قرصنا على الاف ام بالاجهزة الخاصة متاعنا، وهذه عبارة على ثورة جديدة في مجال الاعلام السمعي البصري، انه وسيلة اعلامية تبث بوسائلها الخاصة. 14 فيفري كان البث الرسمي في على موجات الأثير 97.2 اف ام اللي نستغلوها لتوا بأجهزتنا الخاصة، وساهمنا مع جل المكونات المجتمع متاعنا في صياغة كرس الشروط، في مساعدة الهيئات اللي تواترت على تونس في أنه نأسوا لمجال إعلام بصري سمعي بصري جديد اللي هو الإعلام البديل والإذاعات والتلفز الجمعياتية. وتأسست عدد من تقريبا 9 إذاعات موجودين لليوم يبثوا يعني في كامل تقريبا تراب الجمهورية، إذاعات شبابية، إذاعات قرب، إذاعات تبث في بهدف الجمعياتي بدون ربح مادي. أحمد القادري 24 سنة جورناليست، نقرأ نعمل ماستر في معهد الصحافة، ماستر في الجورناليزم أوديو فيزويل، ومعناتها شاب تونسي كما الشباب الكل، معناتها فهمتني عندي دي معناتها هوايات، نحب برشا الموسيقى، نحب برشا الكتب، معناتها كيما شفت بكري عندي كتابي ديجا هذاك ديما معايا فوق الطاولة. معناتها نحاولوا باش احنا نصنعوا جو به ملائم باش للشباب يلقى فرصته معناتها وينجم يعيش في الانفيرونمون. وقتاش انصممت الفريق راديو سيس؟ والله ما عنديش برشا، عندي قرابة شهرين تو، فهمت؟
اما قبل راديو 6 كنت في برشا معناتها مؤسسات اعلاميه اخرى فهمت، دونك مع تجربتي مع الراديو هذا عندها توا شهرين. وعلاش اخترت راديو 6؟ والله انا نحب الاخبار فهمت، وكلقيت معناتها مؤسسه اعلاميه تعمل اخبار معناتها بلوز او موا كيما انا نحبها، دونك جي ديسيدي باش انا ندخل معاهم معناتها فهمت. دونك ليكيب رانا سون جون ومعناتها نفهموا بعضنا، حتى معناتها كي واحد يغلط نصلحوا له بشويه، معناتها نعديوا لبعضنا نقفوا مع بعضنا، دونك متفاهمين على الاخر. دونك هذه حاجه ما تلقاهاش في برشا بلايص معناتها فهمت. اللي يضحك في الحكايه انه اللي يسمعوا في الاذاعه ما يلوجوش شنيا اللي وراها، ما يهمهمش معناها اسكو هي اذاعه شركه ولا جمعيه ولا حتى شيء معناها، المهم عندهم صوت يخرج لهم ما كان الجهاز الصغير هذيك، وهما يستمتعوا بالموسيقى نتاعو ويستمتعوا باللي تقدم كمعلومات. انه اذاعه وراها جمعيه ولا وراها شركه، اللي يختلف هو في الموارد نتاع الجمعيه وفي معني في نتاع الاذاعه والمصروف عليها. يعني الجمعيه تلقى صعوبات في انها تلقى الفلوس، في انها باش تخلص الناس، في انها تاخذ لوكال، في انها تخلص الماء، في انها تخلص الضوء، هذه الكل صعوبات ما يحسهاش المستمع يعني ما يفطنش بها. باركونتر في الاذاعات التجاريه ربما هذه معناها حاجات ثانويه يلقاها المشاكل هذية، مشاكلهم أكبر برشا معناها نتصور، ما خاطرين ما جربتش إذاعة تجارية أما نتصور مشاكلهم أكبر برشا من أنه لوش كيفاش بشي خلص الضوء ولا بشي خلص الناس اللي معاه. نزهة بن محمد طالبة كانت في معهد صحافة، خريجت معهد صحافة، عملت برشا دورات تدريبية موجودة في أستاذة جامعية تقريبا، يعني عندي ساعات بعض الساعات في الجامعة التونسية، مكونة دولية في المحتوى الإعلامي الإذاعي، أم الوليد زغرون، زوجة، عندي داري، نعيش حياتي، نحب سينما، نحب المسرح، نتبع في كل ما هو جديد على الساحة الوطنية والدولية، وهذا هو. من وقتاش كان عملك الإذاعة؟ يمكن تولدت بالميكرو كما برشا ناس مغرومين بأي حاجة، يحبوا يربيوا العليلش، يحبوا يسقوا الكراهب، يحبوا يعملوا برشا شيء. أنا نحب نتكلم في الإذاعة ونحب نعلم الإذاعة، خاطر أنا تولدت كيني نعرف الفترة التسعة شهور اللي تولدت اللي في كرش أمي بتتخ تعلمت فيهم نسمع برشا موسيقى، نسمع برشا أخبار، نسمع نتبع برشا تولدت نعرف الحاجات هذوما. سقلتهم في معهد الصحافة بفضل الأساتذة متاعي طبعا، وتطورت بعد بدورات تدريبية في تونس وخارج تونس اللي خلتني النجم من اليوم نقول اللي عندي خطوة باهية في الإعلام وما زال قدام بتبيع. راديو 6 تبث في تونس العاصمة ومن بلجيكا وكل شيء، علاش اسكو فماش إمكانية راديو 6 في الجهات الكل؟ هو راديو 6 في العاصمة ويا ربي يعرفونا به في العاصمة، وإن شاء الله نلبيو رغبات التوانسة اللي في العاصمة، فما بالك تونس كبيرة وتونس مشاغلها برشا، واحنا ماذا بينا نكونوا هكا لاصقين التصاق كبير بالمستمعين نتاعنا، خلينا نرضيو ولاد ريانا ولاد حي التضامن ولدوار هيش وشيرات هذوما وبن عروس والبدريه والبلايص هذوما اللي نتاعنا، معناها احنا صوتهم وهما احنا نتاعهم. دونك ما نتصورش كان اليوم بالطاقم اللي عندنا بالكيب اللي نتاعنا نجموا نكونوا صوت مثلا سليانه ولا صوت تستور، ولا مستحيل. نكذبوا على رواحنا كان نجموا نقولوا احنا اذاعه العاصمه. واضح. راديو 6 في المستقبل شو فما جديد؟ راديو 6 مشروع كبير، كل ما يقولوا هاو تايي انتهي تعاودي تولد من جديد. راديو 6 مشروع كبير على خاطر عنده رنيس وراه ممنا به، فما مكونات مجتمع مدني ممنا به، فما ناس قاعدة تدفع فيه القدام، فما الاكيب متاعه اللي قاعدة عاملة المستحيل حتى يتطور وحتى تتقدم الإذاعة هذية. في المستقبل إن شاء الله البرامج تتوالى ومشاغل الناس تلقاو صوتها أكثر موجود في راديو 6. راديو 6 قبل دور راديو 6 نوستالجي،
علاش اخترت راديو 6 نساجي؟ ان فيت هي التسميه هذيا جات بعد برشا تفكير جات لكن مازلنا ما استعملناهاش راه لحد الان. نوستالجي خذينا رخصتها من عند الهيكل لكن بما انه احنا الاغنيه نتاعنا الكل نوستالجيك موزيكا نتاعنا كلها حاجه تفكر برشا بالثمانينات بالتسعينات اللي توا في الاربعين وفي الخمسه واربعين ذكروا بشباب وذكروا بالادوليسونس نتاعو ونعرفوا اللي اغلب المجتمع نتاعنا هو في السن هذا معناها العمر هذايا هو اللي توا طاغي في كعدد هذاك علاش قلنا علاش ما نسميوهاش نوستالجي وتبدا هكا حنين للغناء المزيان للوقت الجميل هذاك اللي تعدى وخاصة فيما هم أغاني. نقول لهم تبعوا برشا ميوزيكانا خاطر بتعدي لكم برشا حاجات مزيانة واسمعوا راديو 6 على 97.2 FM.